الأسواق العالمية رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب ينضم إلينا. أهلا بك أنا رائد، وخليني أبدأ بهذا الانخفاض الكبير اللي عم بفوق التوقعات. يمكن بالنسبة لمخزونات النفط انخفضنا بثلاث أضعاف تقريبا من المتوقع لستة مليون وثلاثمائة وستين ألف برميل، إلى أي مدى هاي البيانات راح تكون كافية لإعطاء دعم بالنسبة لأسعار النفط خلال هذه الفترة؟ حقيقة أنه أسعار النفط مدعومة هي بلا شك قبل حتى هذه البيانات بالاستقرار فوق مستويات 42 و يعني 43 حتى دولار للبرميل. أعتقد هذا الزخم الذي استمدته هو من قراءة انخفاض مخزونات النفط، لكن في نقطة مهمة جدا اللي هي إذا عدنا إلى أوبك بلس والتعهدات بتخفيض بحوالي 7.7 مليون برميل، نضيف عليها كمان الانخفاض في الإنتاج الأمريكي الذي وصل إلى حوالي المليون برميل، يوجد انخفاض في الانتاج مقابل يعني بحوالي 9.7 بهذه الحسبة. وبالنسبة للطلب فوكالة الطاقة توقعت أن يتراجع الطلب فقط ب 8 مليون برميل أو 8.5 مليون برميل، إذن لذلك يدعم ارتفاعات نوعا ما على أسعار النفط. ولا ننسى انخفاض الدولار الأمريكي المقيم للسلع الذي يدفع أيضا أسعار النفط للارتفاع. فأتانا عامل جديد وهو تراجع في مخزونات النفط الأمريكي، واللي هي بلا شك تعتبر عامل إيجابي لمزيد من الارتفاعات أي تعزيز في الطلب في الفترة القادمة. ولكن يعني لا أعتقد أنه أسعار النفط سوف تحقق طفرة أو ارتفاعات بظل هذه الظروف اللي نحن عم نعيشها والتي لا تزال الاقتصادات العالمية أجمع متراجعة وبشكل كبير، بالتالي التحسنات قد تبقى محدودة والتفاؤل بارتفاعات حادة في أسعار النفط من الصعب تحقيقه حاليا إذا لم يعد الطلب إلى سابق عهده في كما كان سابقا. نعم رائد، الدولار كيف سيتحرك وفقا للبيانات يعني رائد؟ وشفنا بعض الصعود بالأمس، هل انتهت فترة التراجعات برأيك بالنسبة للدولار أم ما زال ممكن نواجه مزيد من الضغوطات بسبب هذا التغيير المفاجئ بالسياسة النقدية لجيروم باول؟ يعني التغير المفاجئ في السياسة النقدية التي نشهده لم نشهده من أيام ألين غريسبان. في نقطة مهمة جدا أن السياسة النقدية هي تحفيزية بشكل غير مسبوق من قبل الفيدرالي الأمريكي. هذه النقطة مهمة جدا. إذا عدنا في التاريخ إلى عام 2018 سوف نشهد أن أدنى مستويات الدولار الأمريكي كانت عند 88 كمؤشر لأمام سلم من العملات. نحن لا نزال عند مستويات 93 و92 وحققنا أدنى مستوياتنا قرابة هذه المستويات. إذن لا يزال هناك مجال لمزيد من التراجعات في الفترة القادمة خصوصا مع تبني الفيدرالي لسياسة تحفيزية. إذن أي تصريحات جديدة أو اجتماعات جديدة قد تكون الفيدرال الأمريكي ستسبب مزيد من التراجع على الدولار الأمريكي الذي يوجد أمامه حيز وفراغ لمزيد من التراجع. أعتقد الأسواق تسعر حتى الآن أن ما قام به الفيدرالي هو كبير وضخم، ولكن ضخامته قد تستمر لفترة أطول، وبالتالي هذا يعطي ضغط أكبر على الدولار الأمريكي وأمام معظم نظرائه في الفترة القادمة وكسلة. أعتقد المقياس هو كسر مستويات 90 حتى يكون هناك انخفاضات حادة في الدولار الأمريكي، وهذا سيسبب ارتفاع في أسعار السلع بشكل عام. نعم رائد، فيما يتعلق بالاقتصاد الأسترالي والذي قد سجل يعني ركود لأول مرة منذ 30 عام خلال النصف الأول من هذا العام، هل سوف نشهد نفس السيناريو بما تبقى من عام 2020 بسبب جائحة كورونا؟ هل سوف يكون هناك تحسن أم سوف تستمر مرحلة الركود في هذا الاقتصاد؟ يعني أعتقد الاقتصاد الأسترالي متماسك بشكل كبير، ولذلك لا أتوقع أن يكون هناك انهيارات طالما لا يوجد هناك انفلات أو خروج عن السيطرة فيما يتعلق بحالات كورونا فيروس وهي الشبح الرئيسي المهدد لأي اقتصاد. بالتالي دخل تقنيا الاقتصاد الأسترالي في مرحلة الركود أي تراجع اللي هو بيكون عندي ثلاث أرباع متتالية من الانكماش، بالتالي هو دخل تقنيا في هذه المرحلة. ولكن يوجد هناك علاقات جيدة جدا تجارية للاقتصاد الأسترالي مع الصين ومع معظم الدول المحيطة تعزز بقاء الاقتصاد الأسترالي وتحسن وتعافي السريع في الفترة القادمة. بالتالي لا نراهن على تراجعات قوية في الدولار الأسترالي في الفترة القادمة بقدر ما نراهن على ارتفاعات وخصوصا أمام الدولار الأمريكي. نشكرك رائد الخضر، وأنت رئيس قسم الأبحاث
بإيكويتي جروب. على كل هذه التفاصيل كنت معنا من دبي.